انا الاسم ديالي سناء الرباطيه، عايشه في مدينه الصويره. انا المشكل اللي عندي هو انني ملي كنت عندي 15 عام كنت صغيره باقا مراهقه، تزديت مع الاب ديال بنتي، كان بغاني يتزوج، بغى يتزوج بيا. قلت لي صافي، قال لي بلاتي عاش انا في كازا، بلاتي قال لي بلا ما نوجد شي اوراق وداكشي وغادي نتزوج بك. صافي بدا كيقول لي راه الوالده ديالي ما باش تقول لي في كاينين الاوراق، ما باش تسميتو. بقيت انا وياه مطولين، قلت لي بلا ما يبانوا الاوراق وداكشي. قال لي صافي راه غادي ان شاء الله يسر الله، راه ما غاديش نفوتك نتزوج بك. بقيت جرو عليا ديك الساعه الوالده، قالت لي لا راه ما بتبقاي معاه داكشي، الله يعاوننا ويعاونك. طلعت عنده عند هو الام ديالو، جلست معاهم، بقيت جالسه معاهم مده انني وصلت. انا غادي وكنقول ليه لا راه خصنا نتزوج، انا غادي وكنكبر وداكشي. قلت ليه لا راه خصني تزوج بيا، وراه دارنا دابا ما تخلينيش ليهم، غادي نولي لي دابا غادي كلهم غادي يردوا لي انا العيب. قال لي صافي راه غادي نتزوج بك، غيكوني على يقين نتزوج بك. صافي نهار اللي حملت انا بهاد البنيه، حملت بها، قلت لها ودي راني مشيت عنده انا نقول راني حامله. قال لي شكون اللي قال لك حملي؟ شكون اللي قال لك انا حملتي؟ سيري دبري راسك معاه. قلت لي لا انا معاك منين عندي 15 عام وانا معاك، ودابا بغيت نكرني دغيا. قال لي لا انا ماشي شغلي دابا، سيري الله يعاوننا ويعاونك، دبري راسك. صافي جيت انا لدارنا، جلست عند والدي هنايا، بقيت جالسه عندهم. دازت واحد المده وانا نقول للوالده ديالي انا راني حامله. قالت لي اش هذا الشيء اش تقولي؟ قلت لها راني حامله. قالت لي صافي راه يتزوج بك، تحملي مسؤوليته ويتزوج بك. صافي كنمشي عنده، مشيت دعيتو منين عندي 15 يوم في كرشي، مشيت ليه للمحكمه وداكشي دعيتو. دخلت عند الوكيل قلت ليه انا وياه تواجهنا انا وياه. قلت ليه لا انت اللي درتي لي منين عندي 15 عام. قال لي هي انا اللي درت لها هادشي، ولكن انا سيدي انا ما عنديش نتحمل انا دابا المسؤوليه. قلت لها تمشي تولد وداكشي اللي نشوف شنو نقولوا ديك الساعه، وبغى يهرب ديك الساعه من المسؤوليه، بغى يقول هكاك باش تهرب. عرفني قال لك سيري تولدي. صافي منين سميتو زنا عند الوكيل، عاوتاني دزت في الجلسه كنمشي بوحدي، كيمشي معايا حتى شي واحد، كندوز بوحدي في الجلسه، لا اب لا ام، حتى شي واحد ما لقيتو في جنبي. قال لي الرئيس اشنو اللي درتي؟ قلت له وقع لي ما وقع لي. قال لي صافي عطاونا شهر سورسي لواحد، انا شهر هو شهر. مشيت صافي وانا نمشي جلست، ما بقيتش ما زمنيش المخزن دار معايا هكاك وانا نجلس، ما بقيتش ما زال. قلت لمن نعطي الراس؟ عطيت الله سبحانه وتعالى ووجع الحباب اللي ما كيفوتونيش. صافي خرجت من نسميتو، جيت لدارنا قلت للوالده تاعي نبقى معكم غير تنولد ونشوف شنو ندير ديك الساعه. صافي مني قربت بين نولد مشات معايا الام ديالي، ما غاديش نكر انا خيره، مشات معايا فاش ولدت، وقفات معايا حتى ولدت، جاو عندي المخزن وداك الشيء. قال لي واش دوزي عندنا؟ قلت له قال لي عرفنا كي معاه، عرفنا كل شيء. قال لي ولكن الجهه ديال وجه الله. قال لي طلبي من الله يوقف معك. صافي خرجت بنيتي، مشيت عند وكيل الملك، انا دايره 15 الغرزه، ومشيت جلست عند وكيل الملك كنتسنى حتى دزت. قال لي واش هاد البنيه بغيت تكلفي بها؟ قلت له انا ما غاديش نفوت بنتي، انا بنتي بغيت نبقى معاها وعزيزه عليا، وانا من اللي تحطت في كرشي صافي ما غاديش نقدر نفوت بنتي. صافي مشاو ما كتسمحش في ولادها. صافي وزيت بنتي، بقيت مع والديا هنايا واحد عامين ونص. صافي بداو الخوتي تيعيروا فيا، كل واحد تيعيرني من جهه، تيداروا ليك انت فعلوا ليك، سيري عنده والدي ليك، سيري عنده اللي فعل ليك. صافي انا ما بقيتش، انا مرضت اصلا بالاكتئاب. مشيت للجمعيه عاودت ليهم، شرحت ليهم، قالت لي واش بغيتي تجي تجلسي عندنا هنايا؟ قلت لها انا راه ما غاديش نجلس دابا، المجتمع هنايا عائلتي وكلشي راه ما غادي ما تيرحمش، راه ما كاينش اللي يقولها فيك، ولا بلادي ميركا كيقولها فيك زوينه، ولكن هي موراك وغادي يبدا يعطيك في ظهرك. صافي مشيت عندهم، من بعد جيت هنايا قالت لي اش ديري بنيتي؟ هزي حوايجك لا يقتلوك. خرج مدة 3 سنين ونص وانا مكرفصه في الديور، البنت معايا ما كاينش يشدها ليا، كنمشي نخدم تنديها معايا في الميناجات، كنخلي بنتي وكن كندمر، وكنت كل ساعه كنسول عليها، كنقول السيدة ربي واش بنتي بخير، وعندها دري كبير كنقول ربي واش بنتي بخير، ياك تقول لي هيكون يعني ما غادي تأدي لك حتى شي حاجه، انا حاسه بك، انا معايا حتى بنتي صغيره. صافي كنجي ملي كندي بنيتي كنمشي كنسد علينا واحد البيت، كاين واحد الدري خويا مريض بالعقلانيه، جا حتى هو طمع حتى في هذا، قال لك حتى هذا خرجي منه، بيت نعود انا نكمي فيه، خرجي منه، انت يا دايره وفعل لك فلان وترك لك وجاي عندنا بوجهك احمر. صافي اضطريت انه بيضربني، عرفت ضربني واحد الجاج ديال السطح راه هو في الفوق كاين، ضربني الدري النصف صبعي، طلب من الناس وكنطلب من الناس ومنكم ومن الناس كاع اللي كيشوفوني، الناس تاع الرحمه كلشي اللي كيشوفني، كنتمنى منهم يا ربي يشوفوا في وجهي في وجه هاد البنيه، يدروا على شي وجه سيدي ربي. انا خديت العقاب ديالي، الغلط ديالي خديت العقاب ديالي، غلط وخديت العقاب ديالي، تعاقبت انني في صحتي تعاقبت بزاف ديال الحوايج وخديت الغلط، وبنتي ما فتهاش، ما غاديش نفوت اولا، وما انت حنا ويا نوضوا الناس في الشارع وما غاديش نفوت بنتي. هادشي اللي كنطلب منكم الله يجازيكم بخير،
الله يفرع علينا هذا الوباء، الله يرحم لكم الوالدين الا ما ترحموني. وهاد اللي باش ترحموها راه ما غاديش، ما كاينش فين هاد الناس، راه الا خرجونا وجريه مول الدار ما غاديش يخليني الناس حتى في هاد القفز. هادشي اللي تنطلب منكم، الله يجازيكم بخير، الله ينصر سيدنا محمد السادس، الله يخلي كل واحد في قلبه الرحمه، الله يجعل ربي يحفظ لكم وليداتكم.